واحد نيته أنه شوفوني والله أنا بتصدق وأنا خير، واحد تاني نيته أنه شوفوا الخير علشان يشجع الناس أنهم يسووا الخير. ممكن واحد يتبرع بمليون ريال وواحد يتبرع بخمسين ريال، أيهما أفضل؟ ما نعرف. ممكن صاحب المليون ريال ده مرائي، وممكن صاحب الخمسين ريال ما كان عنده غيرها ومع ذلك آثر فيها شخص آخر، ويأتوا يوم القيامة الاثنين ونلاقي أنه الخمسين ريال أثقل في الميزان من المليون ريال. مثال آخر، ثلاثة أشخاص دائما يأكلوا لما يروحوا المطعم كافيار اللي هو أغلى صنف في المنيو عادة. الأول بيأكل كافيار فقط لأنه يستلذ فيه، الثاني علشان والله الناس تشوفه أنه طالب كافيار وأنه هو غني، والثالث لأنه يؤمن أنه الكافيار صحي وأنه فيه بروتين وأوميغا 3 فبيأكله من مبدأ أو تحت مبدأ الصحة. وهذا التقسيم مهم جدا نفهمه لأنه يؤثر على مبدأ أساسي جدا في حياتنا وهو النية، وإحنا كلنا نعرف إنما الأعمال بالنيات. وهذا يساعدنا أنه نفهم أنه الله سبحانه وتعالى ممكن يحاسب ثلاثة أشخاص قاموا بنفس الفعل حساب مختلف بناء على نية كل واحد منهم. حتى الواحد لما يجاهر بالحسنات وبالصدقات ما نقدر نحكم عليه، أي فعل نسويه في حياتنا له واحد من ثلاثة دوافع أو ثلاثة نوايا، فهم هذه الدوافع يساعدنا أنه نفهم نفسنا أكثر. وممكن ثلاثة أشخاص يسووا نفس الفعل بالضبط ونشوفوا أمامنا نفس الفعل، ولكن لكل واحد منهم دافع ونية مختلفة. الدافع الأول هو دافع اللذة الجسدية، أن الواحد يستلذ جسديا بهذا الفعل. الدافع الثاني هو اللذة الشعورية، وهو دافع مبني على الناس ورأيهم فينا وأنه يشوفوا أعمالنا علشان يثنوا علينا أو يحبونا. الدافع الثالث دافع المبادئ، أنه الواحد يسوي الشيء علشان هو يعتقد أنه صح بغض النظر رأي الناس فيه وبغض النظر يجيب لك لذة ولا ألم. مثال، ثلاثة أشخاص دائما يسافر درجة أولى، كيف ممكن نطبق الثلاثة دوافع هذه عليهم؟ الشخص الأول بسافر درجة أولى فقط لأنه الكراسي مريحة والأكل لذيذ ويشعر بلذة وراحة عند السفر. الشخص الثاني بسافر درجة أولى فقط علشان المظاهر، علشان الناس والله تشوفني أنه أنا بسافر درجة أولى وأنه أنا عندي برستيج ولا عندي مقام عالي. وهذا الشخص لو صار ظرف وسافر درجة سياحي تلاقيه مستحي، يعني محرج من الناس أنها تشوفه في درجة سياحية. الشخص الثالث بسافر درجة أولى لأنه بتساعده على أنه ينجز أعماله بشكل أحسن ويطلع اللابتوب ويشتغل بشكل أفضل وينتج بشكل أحسن، أو عنده سفرة طويلة وعنده اجتماع فورا بعد السفر فيبغى يتحضر للاجتماع بشكل أحسن مثلا. فهذا الثالث قرر أنه يروح درجة أولى بناء على مبدأ وهو مبدأ الإنجاز في العمل. هل ممكن الواحد يسوي فعل ويكون ثلاثة دوافع دي داخلة فيه؟ طبعا ممكن الواحد يسوي فعل يستلذ فيه والناس تشوفه وكمان تحت مبدأ أساس، ولكن عادة حتى لو الثلاثة دوافع اجتمعوا في دافع واحد هو المحرك الأساسي، فمهم جدا الواحد يعرف إيش هو ذا الدافع. فمثال الدرجة الأولى ممكن الواحد يستلذ في الموضوع وأيضا في نفس الوقت يكون ذاهب درجة أولى من أجل مبدأ معين. كيف تعرف؟ إذا الواحد اختار درجة أولى علشان مبدأ، إذا صار ظرف وراح درجة سياحي المفروض ما يستحي، عادي جدا بالنسبة له، ما في عنده أي حرج. بينما اللي كان دافعه الأساسي الناس هتلاقيه يحرج من ذلك. من القصص التي تروى واحد جلس مواظب على الصلاة في الصف الأول في الجماعة 40 سنة، ففي يوم تأخر وصلى في الصف الثاني فاستحى، شعر بحرج أنه الناس تشوفه في الصف الثاني، فاكتشف أنه دافعه للصلاة في الصف الأول كانت للناس وليست لله. فمهم جدا 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 كل واحد مننا يفهم دوافع أعماله علشان لا يفاجأ يوم القيامة بأعمال يعتقدها من الحسنات فيفاجأ ويلاقيها كلها صارت هباء منثورة لأن النية كانت غلط من وراء هذه الأعمال. وهؤلاء هم المقصودين في الآية، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهي أعمال في ظاهرها حسنة ولكنها تؤدي إلى الخسارة بسبب سوء النية.